السلام عليكم. ان شاء الله هناخد النيرف سبلاي. اول حاجه النيرف سبلاي بتاع الهايند ليم زي الفور ليم. الفور ليم كان جاي لها من البريكيال بليكسس، ده جاي لها من اللامبوس ساكرال بليكسس، من الفنترال برانش بتاع السباينال نيرف اللي موجودين في المنطقه دي، من اخر 3 لمبر مع اول 2 ساكرال الفنترال برانش بتاع السباينال نيرف اللي في المنطقه دي اللي بنقول عليه لامبو ساكرال بليكسس. بيديني ايه؟ بيديني الفيمورال. اول واحد عندي الفيمورال اهو، واول واحد معاه كمان اهو لاترال كوتينياس فيمورال. اللاترال كوتينياس فيمورال بيبقى ماشي مع الديب سيركونفليكس الياك. الفيمورال يدخل جوه الكنال، الفيمورال كنال، ويبقى اسمه السافنس. بيدي النيرف الصغير ده اللي اسمه السافنس جوه الفيمورال كنال مع الفيمورال ارتري، وادي دي الديب انجوينال لينفينود. وبيبقى بيدي كمان اهو لارج ماسكولار برانش يغذي العضلات اللي هي الكوادريسبس فيمورز اللي هي 3 فاسوس مع الريكتس فيمورس. بعد كده بيبقى عندي الاوبتيوريتور. الاوبتيوريتور نيرف ماشي مع الاوبتيوريتور ارتر اهو، داخل جوه الايه الاوبتيوريتور فورامن، يعدي الناحيه الثانيه ويطلع لي على الديب فيس بتاع الايه، ويطلع لي على الديب فيس بتاعه الايه الجراسيلس. يبقى ده الاوبتيوريتور. بعد كده بيبقى عندي النيرف الكبير ده اهو اللي انا هكمل معاه لباقي الرجل، ده هو اللي اسمه السكياتيك او السياتيك نيرف. قدامه مباشره بيبقى عندي الكرينيال جلوتيال نيرف، بيبقى عندي الكرينيال جلوتيال نيرف، وراه بيبقى عندي الكودا الجلوتيال نيرف. الكودا الجلوتيال ده بيبقى ليه تو رود، بيبقى ليه تو رود جاي فرقتين اهو، بيبقى ليه روت الكودا الجلوتيال. يبقى عندي سكياتيك، وبعد كده قدامه كرينيال جلوتيال، ووراه كودا الجلوتيال. وبعد كده البيودندل اللي هو ده اهو، البيودندل ده مش جاي من لامبو ساكرال بليكسوس، جاي من الساكرام اللي موجوده الفنترال برانش بتاع الساكرام الرابعه والخامسه، البيودندل والكودا ريكتال. ادي البيودندل نيرف، وعندي الكودا ريكتال. الكودا ريكتال اللي بيبقى في النهايه خالص ده ممكن اسميه الايه الكودا ريكتال. يبقى عندي اول حاجه فيمورال، اداني سافنس لارج ماسكولار برانش، ونيرف الصغير الاول اللي بيبقى ماشي مع الديب سيركونفليكس الياك اللي احنا سميناه لاترال كوتينياس فيمورال. وبعد كده بيبقى عندي اوبتيوريتور الكبير بسميه الاسكياتيك او السياتيك، قدامه كرينيال جلوتيال اللي بيبقى ماشي مع الكرينيال جلوتيال ارتري، وبعد كده كودال جلوتيال، وبعد كده بيبقى عندي بيودندل، ورا بيبقى اسمه ايه كودال ريكتال. هنا العين هنا واضحه اوضح، ادي عندي اهو الفيمورال، وادي طالع منه الصغير اللي هيدخل هنا ده السافنس. وبعد كده بيبقى عندي الاوبتيوريتور الكبير السكياتيك، قدامه كرينيال جلوتيال، وراه كودا الجلوتيال، وبعد كده بيودندل، وفي الاخر بيبقى فيه الريكتر او الكودا الريكتر. بعد كده بيبقى ماشي معاه مع السكياتيك نيرف، امشي مع الكبير السكياتيك، همشي معاه هيديني اتنين، هيديني اول واحد هيديني التيبيال وهيديني الفيبيولار. ادي الفيبيولار اهو، الفيبيولار بيديني البرانش الصغنن ده اهو، بسميه لاترال كوتينياس سيورال نيرف. وادي الفيبيولار بيديني ماسكولار برانش، وفي نهايه الفيبيولار هيتقسم لتو برانش، ده سوبرفيشال فيبيولار نيرف، وده الديب فيبيولار نيرف. السوبرفيشال ده هيغذي لي العضل الاكستنسور اللي هي بنسميها اكستنسور اللاترال ديجيتال اكستنسور اللي هي هنا، والديب هيغذي الباقي. يبقى ده السوبرفيشال فيبولار نيرف، وده الايه الديب فيبولار نيرف. يبقى الفيبولار نيرف اداني اهو الصغنن اللي هو اللاترال كوتينيا سيورال وماسكولار برانش، واللي هو نهايته بيبقى فيه السوبرفيشال والديب فيبولار نيرف. نمشي نشوف التيبيال بقى، التيبيال نيرف هيديني الصغير ده كودا الكوتينيا سيورال، وبعد كده ماسكولار برانش يدخل ما بين التو هيد بتاعت الجاستروكنيميوس، هيغذي لي هنا الفلوكسور جروب، وبعد كده يمشي معايا اهو التيبيال لحد ما يوصل لمنطقه الايه؟ لمنطقه الميتا تارسل. في عند منطقه الميتا تارسل هيتقسم لاثنين اللي يامة اللاترال ويامة الميديال، يبقى لاترال وميديال بلانتر نيرف، لاترال وميديال ايه؟ بلانتر نيرف. يبقى كان هنا اسمه تيبيال، جه هنا في الميتا تارسل بقى اسمه لاترال اهو نيامة اللاترال، ونيامة الميديال ميديال بلانتر نيرف. نيجي هنا عند الديجيت، عند منطقة الديجيت هيبقى برضو لاترال وميديال بلانتر بروبر ديجيتال نيرف، لاترال وميديال بروبر ديجيتال ايه؟ نيرف. يبقى عندي ادي الاسكياتي كمل لفيبيولار، والفيبيولار اداني لاترال كوتينيا سيورال،
سوبرفيشال ودي بعد كده تيبيال تيبيال كودا الكوتينيوس سيورال ماسكولار ديسال ماسكولار برانش تيبيال ميديال لاترال وميديال بلانتر نيرف لاترال وميديال ده اللاترال لاترال بلانتر وده الميديال بلانتر هنا بيبقى برضه لاترال وميديال بلانتر بروبر ديجيتال نيرف